استقبلت هذه الورشة التابعة لفريرونو بطنجة سيارات إسعاف وعربات نقل طبية تعود لمصالح الوقاية المدنية بالمدينة بهدف صيانتها وإصلاح شامل لمكوناتها التقنية. وتهدف هذه المبادرة من فريرونو مد يد المساعدة لجميع المصالح الحكومية والسلطات المحلية بطنجة التي تعمل في ظل هذه الظرفية الحرجة عبر تزويد أسطول عرباتهم بشكل مستمر بهذه الخدمات التقنية طيلة هذه المرحلة. نحن كفرعون المغرب بطنجة وبالتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية بهذه المدينة قمنا بعملية صيانة وإعادة هيكلة أسطول العربات وسيارات الإسعاف وكذلك صيانة الناقلات الطبية. أوراشنا مفتوحة للعموم طيلة هذه الفترة الحرجة مع إعطاء الأفضلية لسيارات القطاع الحكومي، وذلك إيمانا منها بضرورة تضافر وتآزر كل مكونات هذا البلد، شركات، جمعيات، حكومة ومواطنين، لنعبر بمغربنا إلى بر الأمان. وتنضاف هذه المبادرة إلى المساهمة التي قامت بها مجموعة رونو المغرب ووكلائها والمتمثلة في تخصيص 50 سيارة إسعاف كهيبة للمصالح الصحية بالمغرب لتزويد أساطيل تنقلها، مبادرة تدخل في إطار الدعم الذي تقدمه بعض الشركات للمؤسسات العمومية خلال هذه الظرفية.